السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأكارم في كل مكان في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس. إن كنتم متابعينا الأعزاء تكتشفون هذه القناة لأول مرة، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وضغط لايك للفيديو لتوصلي بجديد الحالة الجوية. والآن نمر إلى التفاصيل. إذا متابعينا الأعزاء، فيما يخص حالة الجو الخاصة بهذا اليوم 25 يوليو بحول الله، فمن المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، والتي قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية ويهم الأمر ورزازات وكيمدن تبانت بني ملال تنغيرة كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج، وكذلك أزيلة إيميلشيل وأسولة وتونيفيك وزاوية الشيخ وميدلت، وكذلك مرتفعات خنيفرة، إضافة إلى أوطات الحج مع استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية من المغرب والتي ستعرف بدورها ارتفاعا في درجات الحرارة. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء الحالة الجوية الخاصة بهذه المنطقة. ومن المتوقع كذلك أن تعرف الواجهة الأطلسية بحول الله هبوب رياح قوية على مستوى العرائش سيدي عدل التازي، وكذلك الرباط، الدار البيضاء الجديدة، وكذلك الوالدية ومدينة آسفي والصويرة. ومن المتوقع كذلك متابعينا الأعزاء أن تستقر الأجواء بباقي المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من المغرب. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء حالة الجو الخاصة بيوم الاثنين. بالنسبة كذلك اليوم الثلاثاء القادم بحول الله، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار في معظم المناطق الجنوبية مع هبوب رياح شرقية شمالية كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج. ومن المتوقع كذلك بحول الله وقوته خلال فترة بعد زوال يوم الثلاثاء 26 يوليو بحول الله وقوته أن تستمر الأجواء في الاستقرار في معظم المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى وكذلك المناطق الشمالية. بالنسبة كذلك لمساء يوم الثلاثاء القادم بحول الله، فمن المتوقع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط الميتر تبانت بولمندس ستينغير أسولة إيميلشيل تونفيت ميدلت الريش كرامة وكذلك سكورة مداز وأوطات الحج، والتي قد تكون هذه الغيوم مصحوبة بنزول زخات مطرية رعدية مهمة كما يوضح لنا هذا النموذج. ومن المتوقع كذلك متابعينا الأكارم خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء القادم أن تستقر الأجواء بباقي المناطق المغربية مع هبوب رياح متوسطة على مستوى السواحل المتوسطية وكذلك الواجهة الشرقية للمغرب. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء حالة الجو الخاصة بيوم الثلاثاء. بالنسبة كذلك اليوم الأربعاء القادم، فخلال الفترة الصباحية ستعرف استقرارا في الأجواء في معظم المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج، مع هبوب رياح غربية على مستوى الواجهة الشرقية للمغرب. ومن المتوقع كذلك متابعينا الأعزاء أن تستقر الأجواء بباقي المناطق المغربية كما يوضح لنا هذا النموذج. ومن المتوقع كذلك أن تعرف الواجهة الأطلسية خلال الفترة الصباحية من يوم الأربعاء هبوب رياح قوية على مستوى تيزنيت تكلميم وكذلك طنطان وأكادير كما يوضح لنا هذا النموذج، ترفيع كذلك والعيون. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء حالة الجو الخاصة بهذا اليوم وكذلك اليومين القادمين. نلتقي في نشرة إخبارية جديدة بحول الله، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.